نعمة الصحة فضل وهناء لنراعي حفظها من كل شر. سقم الأبدان للمرء بلاء، راحة العيش نعيما يفتقر. تجعل الدنيا على حد سواء، نكدا ليلا نهارا لا مفر. جائحة كورونا غيرت من طبيعة حياتنا. الضغط في العمل كان شوي صعب، لأن هو ضغط وهو أيضا في ضغط نفسي. يعني إحنا كأطباء ما نخاف من ضغط الساعات العمل الطويلة، لكن الضغط النفسي إنه خصوصا مع كورونا أنت تخاف إن أنت تكون انصبت بدون أعراض، أو حتى لما فحص ما بين، وأنك تنقل المرض للناس اللي يعزون عليك لأسرتك. كان في سباق مع الزمن أن نحافظ على مجتمعنا قدر الإمكان. كنا بنتعامل بخوف مع المرض، لأن احنا مش عارفين طبيعة المرض في الأول، وده كان أصعب حاجة، أنك بتدافع عن شيء أو بتهاجم عدو أنت مش عارفه ومش عارف إيه ممكن يكون تأثيره عليك. لو اتكلمنا طبعاً عن تضحيات، أكيد كلنا ضحينا، سواء على مستوى العالم أو على مستوى الدول، على مستوى المجتمع، على المستوى الشخصي. بالنسبة لي أنا مش عايز أقول إن فترة كنت يمكن أكثر من كم شهر ما أقدرش أحضن أولادي. لما نكون نواجه فيروس يسبب جائحة، ما في حل واحد، والتعاون بين الدول يمكن من أكثر الحلول المهمة لمواجهة جائحة عالمية. فكان التعاون الصيني الإماراتي، تعاون بين المنظمات العالمية بيساعدنا إن نوفر حلول قبل ما نوصل لمرحلة الجائحة. ونشكر ربنا أنه لم نصل إلى الوباءات السابقة. وأعتقد أن أفضل حاجة وفقت فيها البشرية بتوفيق من ربنا هو الوصول للتطعيمات وبسرعة. لو قارنا قبل كده كانوا يمكن بيقعدوا 10 سنين لغاية ما يوصلوا للقاح، لكن الحمد لله تم التوافق ووصلنا إلى التطعيمات، وده كان هو السبب الرئيسي في انحسار الوفيات والمضاعفات المرض الخطير. شركة حياة بايوتك هي مشروع شراكة ما بين شركة ساينوفارم سي ام بي جي الصينية وشركة جي 42 الإماراتية. حياة فاكس هو أول لقاح يتم إنتاجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسبب التسمية يعود لأن جميع الجهود اللي كنا نقوم بها كفريق عمل وكجهات معنية سببها أو تركز على إعادة الحياة بعد فترة الحجر اللي تقريباً استمرت لمدة سنة أو سنة ونص. طبعاً التجارب السريرية شاركوا فيها تقريباً 45 ألف متطوع. بدأت التجارب السريرية في دولة الإمارات، وبعد ذلك شملت الأردن وجمهورية مصر والبحرين. بعد نجاح التجارب السريرية كان التحدي الرئيسي هو توفير اللقاحات في العالم. فتم توجيهنا من قيادة أن نقوم بإنتاج اللقاحات محليا. فتم العمل وتكاتفت الجهود ما بين جميع الجهات الحكومية في الدولة وفرق العمل، وبالفعل تم إنتاج أكثر من 36 مليون لقاح من لقاحات حياة فاكس. تمت الموافقة واعتماد اللقاح في عدة دول حول العالم، وتم تصدير اللقاحات لأكثر من 11 دولة تقريبا. وفي البداية الناس كانت شوية قلقانة من اللقاحات، وبدوا يطلع عليها إشاعات كتيرة، ولكن الدول كلها يمكن دولة الإمارات كان لها دور قوي في نشر الوعي، ووصلنا إلى أن نفهم الناس الفرق بين الشخص اللي تم تلقيحه
والذي لم يتم تلقيحه. وطبعا الناس مع الوقت لقيت فعلا الشخص اللي اخذ لقاحات هو افضل من ناحيه عدم المضاعفات او عدم الوصول الى الوفاه في اغلب الحالات، وده كان ليه دور كبير جدا في ان الناس تبدا تقبل على التطعيم، ويمكن مره واثنين ويطلبوا كمان انهم ياخدوا زي جرعه معززه. رؤيتنا تتضمن الوصول لحياه افضل للانسان، وبالتالي نحن نعمل بجهد لتجاوز اي عوائق ان كانت طبيه، جغرافيه او تكنولوجيه، ونعمل ايضا بجهد لتطوير شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم من أجل صحة الإنسان والمكان. وأعتقد الحمد لله إن قدرنا نقدم لشيء بسيط لمجتمعنا وللمجتمع العالمي أيضاً.